طبعا النجم فريق كبير والفرقه بتاعتنا مش يومها، لكن انا بشكر تونس وبشكر النادي النجم على استقباله، واتمنى ان شاء الله التعويض. عندنا في 4 لعيبه نقص، زي ما انت شايف الجمهور كان ليه اثر كبير على لعيبه النجم الساحلي، شجعوا طول المباراه يعني، رغم ان في تجاوزات شويه زي الازاز اللي كان بيتحدف او الشماريخ او كده او اللي نزل الملعب، لكن مش هياثر على يعني خلاص احنا جايين في بلدنا الثانيه وبنلعب متقبلين ده، لكن في القاهره ان شاء الله نعوض.